رئيس الجمهورية يعود إلى نواكشوط قادما من المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في أشغال القمة العربية العادية في دورتها 32. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتسلم كمية من بطاقات التصويت الخاصة في الشوط الثاني من الانتخابات المقرر يوم 27 من الشهر الجاري. قصر المؤتمرات في نواكشوط يحتضن أعمال المؤتمر العلمي الدولي للسرديات وتحليل الخطاب في نسخته الثانية. مساءكم سعيد، اهلا مرحبا بكم مشاهدينا الى مسائيه الموريتانيه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بك احمد. ونبدا هذه المسائيه بموجز للاخبار مع العاليه مسعود. مساء الخير العاليه. مساء الخير الغاليه، اهلا بك واهلا بي احمد، ومرحبا بك بمقدمه لغه الاشاره اسماء متعظمان، ونرحب بكم ايضا مشاهدينا الكرام في هذه النشره الموجزه. عاد رئيس الجمهوريه السيد محمد بن الشيخ الغزواني ظهر اليوم الى نواكشوط قادما من المملكه العربيه السعوديه بعد المشاركه في اشغال الدوره العاديه 32 لمجلس جامعه الدول العربيه على مستوى القمه التي انعقدت بمدينه جده في 19 من الشهر الجاري. استقبل رئيس الجمهورية في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد محمد بن بلال مسعود والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرتين المستشارتين برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ووالي نواكشوط الغربية ونائبة رئيسة جهة نواكشوط. ورافق رئيس الجمهورية وفد ضم كل من السادة مريم تداها السيدة الأولى، محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السلم والمحمد مبادي وزير المالية، إسماعيل والشيخ أحمد مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيدي علي سيدي علي سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية، سيدي محمد عبد الله سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد باه الملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية، سيدي محمد والسيدي جعفر مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية، صالح والدهماش مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم في نواكشوط ورشة تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني. تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني حول طرق الاستفادة من السياسات العمومية والتسيير الإداري والمالي وكيفية إعداد المشاريع والمشاركة الفعلية في الحياة النشطة. وبهذه المناسبة أوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان السيد الرسول وللخال أن هذه الورشة تدخل ضمن تنفيذ استراتيجية تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية وتمهينها لتكون قادرة على المشاركة في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالمجتمع المدني. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم في نواكشوط ورشة للمصادقة على بروتوكولات العلاج بالأكسجين. تدخل هذه الورشة في إطار برنامج الصحة الخاص بتعزيز قدرات مقدمي خدمات الصحة من أجل عناية أفضل لمرضى كوفيد والأمراض الأخرى التي تتطلب الإنعاش وعلاج الأكسجين داخل المنشآت الصحية الوطنية ووحدات الإنعاش. وقد أكد الأمين العام لوزارة الصحة السيد محمد لمين محمد الحاج أنه من الضروري وضع استراتيجية لتعزيز قدرات الطواقم الطبية من خلال دعم وتعزيز العناية بالمرضى وتسيير وتموين مخازن المنتجات الصحية. تسلمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح اليوم بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي كمية من بطاقات التصويت الخاصة بالشوط الثاني من الانتخابات المقرر يوم 17 من مايو الجاري. ستوزع هذه البطاقات على 18 مقاطعة في عدد من الولايات، إضافة إلى 4 دوائر انتخابية في الخارج ستشهد إجراء شوط ثاني. وفي هذا السياق أوضح مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سيد محمود ولزوين أن اللجنة ستعمل على إيصال هذه المعدات والبطاقات إلى الدوائر الانتخابية التي ستشهد تنظيم شوط ثاني من هذه الانتخابات.
انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط عمل النسخة الثانية من المؤتمر العلمي الدولي للسرديات وتحليل الخطاب المنظمة من قبل جامعة نواكشوط. وقد جرى افتتاح هذه التظاهرة العلمية بحضور عدد من الأساتذة والباحثين من جامعة نواكشوط ومن جامعات عربية. يهدف هذا المؤتمر إلى تطوير التجربة السردية العربية وتحديد أهم اتجاهاتها والسبل الكفيلة بتطوير السرد العربي ما بعد الكلاسيكية. وقد أبرزت مداخلات الحضور أهمية هذا المؤتمر الذي يمثل فرصة لإعادة القراءة النقدية في النصوص السردية الأدبية وفقا للظروف الثقافية والمعرفية التي يعرفها الأدب العربي في العصر الحديث. نهاية نشرتنا الموجزة، أشكر أسماء متعذمان التي رافقتني فيها بلغة الإشارة، وعودة لأحمد والغالية لمتابعة بقية فقرات المسائية. شكرا العالية وشكرا لأسماء التي نقلت الموجزة بلغة الإشارة. مشاهدينا، تفاصيل المسائية بعد قليل. أهلا بكم من جديد. عاد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ظهر اليوم إلى نواكشوط قادما من المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في أشغال الدورة العادية 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انعقدت بمدينة جدة في 19 من الشهر الجاري. واستقبل رئيس الجمهورية في مطار نواكشوط الدولي التونسي من طرف الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرتين المستشارتين برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وولي نواكشوط الغربية ونائبة رئيسة جهة نواكشوط. ورافق رئيس الجمهورية وفد مهم ضم كل من السادة مريم تداه السيدة الأولى، محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، سلم المحمد مبادي وزير المالية، إسماعيل الشيخ أحمد مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيدي علي سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية، سيدي محمد عبد الله سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد باه الملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية، سيدي محمد والسيدي جعفر مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، صالح والدهماش مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم في نواكشوط ورشة تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني. تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني حول طرق الاستفادة من السياسات العمومية والتسيير الإداري والمالية وكيفية إعداد المشاريع والمشاركة الفعلية في الحياة النشطة. تدخل هذه الورشات التكوينية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني التي ينفذها قطاع حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والمتعلقة بتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية وتمهينها من أجل تمكينها من المشاركة الفعلية في إعداد ومتابعة السياسات العمومية. لا يخفى عليكم جميعا الاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود لخلق وتشجيع مجتمع مدني قادر على المساهمة في بناء وتنمية وطننا الحبيب. وتنفيذاً لهذا التوجه اتخذت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عدة إجراءات من أجل تأطير ومهننة الفضاء الجمعوي، نذكر منها أولاً إصدار القانون 004/2021 الذي يكرس نظام التصريح بدل نظام الترخيص. ثانياً تصميم منصة رقمية فيدام وهي أداة تفاعلية بين المستخدمين والإدارة تسهل الإجراءات الإدارية وتسمح بمراقبة أفضل لعمل منظمات المجتمع المدني.
ثالثا مواكبة إنشاء وتنصيب المنتديات الجهوية للمجتمع المدني على كافة التراب الوطني. وتتناول الورشات الثلاث المبرمجة باللقاء مواضيع ذات أهمية لمنظمات المجتمع المدني، حيث تتطرق الورشة الأولى لمسار متابعة السياسات العمومية من خلال التعريف بالمفاهيم والصلاحيات والأهداف، وتتطرق الثانية للتسيير الإداري والمالي، فيما تتناول الثالثة تقنيات إعداد المشاريع وتنفيذها. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال ورشة حول الاستراتيجيات المتعلقة بالعلاج بالأكسجين. ويستفيد من هذه الدورة التكوينية عدد من الطواقم الصحية العاملة في مصالح الحالات المستعجلة والعناية المركزة. يستفيد من هذه الدورة التكوينية أزيد من 30 من الطواقم الصحية العاملة في مصالح الإنعاش والحالات المستعجلة في المراكز الاستشفائية في البلد. الدورة المنظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي تهدف إلى التحسين من أداء المشاركين من خلال عروض يقدمها خبراء مختصون. نحن اليوم في إطار هذا الملتقى، ملتقى المصادقة على البروتوكولات المتعلقة بالعلاج بالأكسجين، وهدفه هو تقوية قدرات الأطباء والفنيين والممرضين العاملين في وحدات الإنعاش وفي وحدات استقبال الحالات المستعجلة، من أجل التكفل الآمن بالمرضى الذين يحتاجون الأكسجين، وخاصة المرضى الذين يتواجدون في مصالح الإنعاش. وقد أكد الأمين العام لوزارة الصحة السيد محمد لمين والمحمد الحاج أن هذه الدورة تأتي ضمن سياسة ينفذها قطاع الصحة تسعى للرفع من كفاءة الطواقم الصحية العاملة في مصالح الإنعاش والحالات المستعجلة، سواء تعلق الأمر بالعلاجات المقدمة للمصابين بكوفيد-19 والمرضى بالعناية المركزة، شاكراً منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي على الدعم المقدم ضمن هذا التكوين. ممثلة منظمة الصحة العالمية في بلادنا السيدة شارلوت فاتنجاي أعربت عن ارتياحها لحضور هذه الورشة المخصصة للمصادقة على خطة العلاج بالأكسجين والرامية إلى تزويد فني الصحة في موريتانيا بخبرات ومعارف تحسن من مردوديتهم في المصالح المختصة، مهنئة قطاع الصحة في موريتانيا على سعيه الدائم لتوفير بنى تحتية خاصة بتوفير الأكسجين تمكن من التكفل بعلاج المرضى في الحالات الحرجة. كما تحدثت السيدة واشنطن صو ممثلة الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي عن أهمية هذه الدورة في الرفع من كفاءة الأطقم الصحية الموريتانية، معربة عن استعداد هيئتها لدعم ومسايرة خطط قطاع الصحة في مجال الاستراتيجيات المتعلقة بالعلاج بالأكسجين. 3 أيام من التأطير والتكوين في مجال العلاج بالأكسجين ينتظر أن تحسن من كفاءة الطواقم الصحية العاملة في المصالح المستخدمة للأكسجين في العلاج بالمراكز والمستشفيات الوطنية. تسلمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح اليوم بمطار نواكشوط الدولي يوم التونسي كمية من بطاقات التصويت الخاصة بالشوط الثاني من الانتخابات المقرر يوم 27 مايو الجاري. وستوزع هذه البطاقات على 18 مقاطعة في عدد من الولايات، إضافة إلى 4 دوائر انتخابية في الخارج ستشهد إجراء شوط ثاني. تضم هذه الشحنة بطاقات الناخبين الخاصة بالشوط الثاني من الاستحقاقات الجهوية والنيابية والبلدية المقررة يوم 27 من شهر مايو الجاري. مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمود اللزوين رفقة المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية السيد زايد لدانو الفالومو وعدد من المسؤولين في اللجنة تلقوا شروحا فنية عن البطاقات المستلمة والأماكن التي ستوجه إليها بطاقات الناخبين. كما تعلمون هذه المقاطعات تنقسم على التراب الوطني حسب هذا التوزيع التالي: في الحوض الشرقي فيه ديغاني وولاته معنيين بإعادة
بالشوط الثاني، وكذلك في الحوض الغربي هناك مقاطعة تطويل، وعلى المستوى العصابة فيه قيرو، وكذلك في قرقل فيه ثلاث مقاطعات هما مقام ومنقل والقصيبة واحد، وكذلك في البراكنة اللي معني منها بوكي بابا بي ومبان اللي لا يتعيد فيهم ايضا ملي اعادة الشوط الثاني فيما يخص الانتخابات النيابية، هذا كله يعني الانتخابات النيابية. وكذلك على مستوى الترازة في العاصمة روسو اللي لا تعود فيها إعادة أيضا للشوط الثاني، وفادرار في مقاطعتين معنيتين هي ولا مقاطعة أطار نفسه ومقاطعة توشفت. وكذلك على مستوى قديماقة فيها أربع مقاطعات هما سيري بابي والينجا قابو وومبو، وأخيرا في تل الزمور فيها مقاطعة الزوالات سيجري فيها الانتخاب إعادة انتخاب إن شاء الله النيابية. وبلدية الشيرخة اللي كيف قلت لكم سابقا اللي لا يعود فيها إعادة للانتخابات. وستتم إعادة الشوط الثاني في 18 مقاطعة على المستوى الوطني وأربع دوائر انتخابية في الخارج، إضافة إلى بلدية الشاخلي التي سيتم إعادة الانتخابات فيها لأسباب تقنية منعت من تزكيتها في الشوط الأول خلال اقتراع 13 مايو الحالي. من مطار متنس الدولي، يعقوب الصوفي، الموريتانية. انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرة في نواكشوط أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العلمي الدولي للسرديات وتحليل الخطاب المنظمة من قبل جامعة نواكشوط. وقد جرى افتتاح هذه التظاهرة العلمية بحضور أساتذة وباحثين وطنيين ودوليين. وطنية يأتي تنظيم هذا المؤتمر العلمي في نسخته الثانية من قبل وحدة السرديات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة نواكشوط بحضور لفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن العلمي. تظاهرة مكنت من إبراز الأهمية التي توليها السلطات العمومية للبحث العلمي بشكل عام. إن انتظام مؤتمركم العلمي الدولي هذا وتواصلكم العلمي يبين بجلاء نجاعة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي وضعتها الوزارة والإطار التنظيمي المنظم لهياكل البحث العلمي ومؤسساته. ولولا الدعم السنوي الذي تقدمه الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار بوحدات البحث ومخابره، والدعم المصاحب الذي يأتي من المؤسسات الجامعية والوزارة، لما كان للنشاط البحثي الملحوظ الذي نشهد من حين لآخر ظهور نتائجه في البحوث العلمية للباحثين والأطروحات التي يعدونها، وهو ما من شأنه الرفع من مستوى الرصيد الوطني للبحوث العلمية في المتداول العلمي. رئيس جامعة نواكشوط بدوره تحدث عن السياق العام لانعقاد هذا المؤتمر وما يحمله من رمزية ودلالة علمية. إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ظرف ثقافي وعلمي مهم، فهو ينظم ونواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وهو حدث بارز تساهم جامعة نواكشوط في احتفاليته بهذا المؤتمر الذي يشارك فيه حضورا وعن بعد ما يزيد على 30 من الأساتذة والباحثين من دول مختلفة، المغرب والجزائر وتونس ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر. يلتقون هذ الباحثين في محفل علمي للسرديين العرب بالسرديات بعد الكلاسيكية من أجل رؤية عربية للبحث في سبل تطوير الدرس السردي في البيئات العلمية العربية، كما اجتمعوا العام الماضي في مؤتمر سرديات نواكشوط 2021. من ناطقة باسم الباحثين العرب المشاركين في هذه التظاهرة العلمية الدكتورة سلوى سعداوي قد بيّنت في كلمتها بالمناسبة الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث في تعميق الحوار العلمي العربي في مجال السرديات، وتأكيدها مواصلة هذا اللقاء حتى يشمل المرافق العلمية العربية بشكل أوسع. أما مدير مدرسة الدكتوراه الدكتور محمد لمين ملا إبراهيم فقد دعا نظراءه إلى مزيد من البحث ليواكب مستوى العناية والدعم الموجه للبحث العلمي من قبل مختلف الهيئات الوطنية
المهتمة بهذا الشأن. المشاركون في هذا المؤتمر سيتابعون على مدى 3 أيام عدة محاضرات يقدمها أساتذة باحثون في مجال الأدب، وخاصة السرديات وتحليل الخطاب ما بعد الكلاسيكية، وذلك بهدف تعميق البحث العلمي حول النقد الأدبي والخروج بنتائج من شأنها الرفع من مستوى البحث العلمي بشكل عام. نظمت مجموعة الخمس بالساحل صباح اليوم في نواكشوط ورشة العمل التدريبية الثانية لصالح موظفي الأمانة التنفيذية للمجموعة. تهدف هذه الورشة إلى استخدام النظام المعلوماتي والبيانات التي سيتم جمعها لتطوير مهارات المستهدفين. نظام المعلومات الجغرافية وعنوان الورشة التدريبية الثانية لنقاط الاتصال الخاصة بنظام المعلومات الجغرافية لموظفي الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس. تهدف هذه الورشة التدريبية إلى تعزيز قدرات المشاركين في استخدام النظام المعلوماتي لتحسين جمع البيانات ومعالجتها بشكل صحيح في مختلف قطاعات التنمية. السيد أريك تياري الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس في الساحل أكد في كلمته بالمناسبة على أهمية هذا التدريب نظرا لما سيسمح به لمختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال من دمج نظم المعلومات الجغرافية بنطاق عملهم اليومي عبر النظم المستخدمة. ستدوم أعمال هذه الورشة التدريبية أسبوعا على أن يتلقى خلالها المشاركون دروسا نظرية وأخرى تطبيقية حول السبل الأمثل لتوظيف النظم المعلوماتية الجغرافية في مهامهم المرتبطة بتحقيق أهداف مجموعة الساحل الخمس. إلى ولاية ترارزة حيث أشرف الوالي سيد محمد والأحمد مولود مساء أمس بملعب رمضان على انطلاق المباراة النهائية للبطولة الجهوية لأندية الدرجة الثانية التي جمعت فريقي جربل والسطارة، وانتهت بفوز فريق جربل بضربات الجزاء الترجيحية. وسيخوض فريق جربل الفائز في النهائي مبارياته مع ممثلي ولايات البراكنة وغورغول وقيديماغا بهدف التأهل إلى تصفيات الدوري الوطني للدرجة الثانية. إلى ولاية داخلة المواذيب، حيث نظمت سلطة منطقة المواذيب الحرة اليوم ورشة تحسيسية حول مخاطر الإشعاع الكيميائي. وقد تميزت هذه الورشة بتكوين 20 شخصا على كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية والانبعاثات الكيميائية الضارة بصحة الإنسان. المخاطر الكيماوية وأضرارها على المجتمع موضوع نقاش ورشة نظمتها منطقة واديب الحرة من أجل التعريف بخطورة وسائل النقل والمنشآت الصناعية الكبيرة وما تطلقه من انبعاثات حرارية قد تلوث الفضاء العام وتحبس الأكسجين. تكتسي هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها في مدينة واديب أهمية بالغة في سبيل مواجهة الكوارث الطبيعية وما قد ينجم عنها من تغيير في حياة الإنسان ومحيطه الاجتماعي والبيئي. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التحسيس والتكوين في هذا المجال من أجل الحد من أخطار مخلفات هذه الكوارث، سواء كان ما يسحف منها ببطء أو ما يأتي بدون سابق إنذار. وفي هذا السياق تقوم السلطة، سلطة منطقة واديب الحرة، بالتعاون مع السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة، السلامة النووية، بتنظيم هذه الورشة الهادفة إلى تكوين 20 عاملا في هذا المجال والفاعلين والمهتمين من أجل إطلاعهم على المخاطر الصناعية التي قد يتعرضون لها والسبل الكفيلة بالسلامة منها وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في المجالات الصناعية. شاركت في هذه الورشة عدة قطاعات مهتمة بالبيئة، وتظل منطقة الساحل المحيط الأطلسي التي تطل عليها مدينة واديب أكثر المناطق تعرضاً للخطر الكيميائي. الأمين التنفيذي للسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية أحمد بزيد الديد أكد أن هذه الورشة ستعزز توجهات الحكومة في محاربة التغيرات المناخية، كما ستتيح المجال لتكوين أفراد قادرين على المحافظة على الشواطئ ومواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن الانبعاثات الحرارية.
وخلال 4 أيام سيتعرف المشاركون على مسببات الكوارث الطبيعية وكيفية التصدي لها للحيلولة دون تأثير على حياة السكان في المناطق التي تنتشر فيها المصانع الكبيرة وتتحرك فيها المركبات العملاقة التي تساعد في الانبعاثات الكيماوية. محمد عمر بلول، الموريتانية، نواذيبو. إلى شمال البلاد، حيث وزع قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اليوم في مدينة زوارات مساعدات مالية على الأسر المتعففة بولاية تير الزمور. وقد استفاد من هذه المساعدات المالية أكثر من 120 شخصا من بينهم بعض المتقاعدين. ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تقديم يد العون للفئات المتعففة، يأتي توزيع المخصصات المالية ضمن البرنامج الخاص رمضان 2023 للتحويلات المالية لصالح 10,000 أسرة متعففة في عموم التراب الوطني من طرف قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. يشرفني أن أحضر معكم اليوم للإشراف على توزيعات مالية مقدمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمتمثلة في توزيع 5,950,000 أوقية قديمة على 90 أسرة متعففة و29 متقاعدي الجيش الوطني، وذلك بمعدل 50,000 أوقية قديمة لكل مستفيد. وتأتي هذه التوزيعات في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني الرامية إلى الرفع من مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة الطبقات الهشة. وتمت عملية التوزيع على مستوى ولاية تير الزمور بإشراف الوالي المساعد للولاية السيد محمد عبد الله والمحمد عبد الرحمن، رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين. المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بولاية تير الزمور أكدت أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يسعى باستمرار إلى مساعدة الأسر المتعففة في عموم الولاية. يسعدنا حضوركم اليوم معنا لهذا النشاط الذي يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة عبارة عن توزيعات مالية تقوم بها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على مستوى جميع الولايات لتنفيذ برنامج أولويات موسع للسيد رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ القزواني لصالح الفئات الهشة ومتقاعد الجيش. أيها الحضور الكرام، تستفيد من هذا التوزيع 90 أسرة على مستوى ولاية تير الزمور و29 من متقاعد الجيش من مبلغ مالي قدر 50,000 أوقية قديمة 5,000 جديدة، موزعة على النحو التالي: 50 أسرة على مستوى مقاطعة زوارات، و20 على مستوى فديرك، و20 على مستوى بير مقرن. مساعدات استفادت منها جميع مقاطعات ولاية تير الزمور، وعبرت عن أهمية أذرع الدولة الاجتماعية في الوقوف مع المواطنين ومساعدتهم عند الاقتضاء. لقناة الموريتانية، محمد البلال، مدينة الزوارات. إلى ولاية تقانت، حيث انطلقت صباح اليوم بقاعة الاجتماعات ببلدية تشكجال ورشة تكوينية المنظمة من طرف المنصة الجهوية للمجتمع المدني بولاية تقانت بإشراف من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني. تهدف هذه الورشة إلى تكوين 20 شخصا من المنتسبين للمنصة بولاية تقانت. وبهذه المناسبة شهد رئيس المنتدى الجهوي للمجتمع المدني بالولاية سيد سيدي محمد والمحمد الحسن بالجهود التي تبذلها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من أجل التكوين وتطوير قدرات منظمة المجتمع المدني للقيام بواجبها الإنسانية، كما نوه بالجهود التي يقوم بها التعاون الفرنسي لصالح منتسبي المنصة لتعزيز قدراتهم المعرفية. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مدير ديوان والي تقانت أهمية هذا التكوين الذي سيعزز من قدرات منتسب المنصة الجهوية للمجتمع المدني بالولاية. يسعدني أن أشرف معكم اليوم على هذه الورشة التكوينية حول تعزيز قدرات المنصة الجهوية لولاية تقانت والمنظمة من طرف حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالشراكة مع التعاون الفرنسي. وتستهدف هذه الورشة 20 شخصا وتدوم لمدة 3 أيام، وتتنزل هذه الورشة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية منظمات المجتمع المدني.
إلى ولاية العصاب، حيث يكثف التلاميذ في مدينة كييف استعداداتهم للامتحانات النهائية للسنة الدراسية. ويأمل الطاقم التربوي بالولاية بتحقيق نتائج مرضية في ظل الإصلاحات الجوهرية التي شهدها العام الدراسي الجاري. بعد عام دراسي تميز بالعديد من الإصلاحات التربوية، يستعد التلاميذ في مدينة كييف هذه الأيام للامتحانات النهائية المتوجة للسنة الدراسية 2022-2023. هذه السنة تميزت بعدة مسائل كانت لها دورها. بدايتها المدرسة الجمهورية اللي وقعت، كانت مثلا نتائجها على ما يرام. ثانيا لأنها بدأت مبكرة وكانت على مستوى الدروس اكتملت نظرا للسنة، أنها ما فيها نقص، كانت الدروس اكتملت وكانت على المستوى. كان الطاقم التربوي ما فيه من مفتشين ومؤطرين قاموا بدورهم، اكتملت العملية التربوية بالتفتيش الإداري والتفتيش التربوي. تشهد المدارس في كييف إقبالا كبيرا من قبل الطلاب وسط حضور معتبر للمعلمين الذين يواصلون جهودهم التأطيرية قبل بدء الامتحانات الأسبوع المقبل. نحن ركعنا في نهاية السنة الدراسية، ركع عندنا لا مرحلة مراجعة وتوف مراجعة الهدف الامتحان تقريبا النهائي للسنة الدراسية، مراجعة قبل الامتحانات المرحلة اللاحقة. دروس اكتملت وعندنا تو نراجعوا ذيك الدروس اللي اكتملت للتلاميذ ياك يتحكموا منها سابق الامتحان. كيف ما تعرفوا هذه نهاية السنة، الحمد لله هو البرنامج تقدم ما شاء الله، الحمد لله تقريبا البرامج انتهت بشكل نهائي الحمد لله. نحن حالا في إطار تحضير الامتحان النهائي، وكيف ما تعرفوا الآن بمراجعة سابقة إن شاء الله هو الامتحان المقرر 29 إن شاء الله. تلاميذ موجودين ما شاء الله ومعلمين مول موجودين، ما عندنا مشكلة. وفينا مول من برنامج الحمد لله، مازال نورك إلا نعدل مراجعات بالنسبة للتلاميذ سنة رابعة سنة خامسة يجيك الأقسام مع الكونكور، ولين عدلوا مولي مراجعة فور لي زيليف دو سيزيام اني ما شاء الله ما عندنا مشكلة. وتكثف الأطقم التربوية جهودها من أجل التأطير ومتابعة دروس التلاميذ بشكل عام سبيلا إلى الرفع من مستوياتهم التربوية في مختلف المواد. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة كييف. في الشأن التربوي دائما نالت المنظومة التعليمية في مقاطعة القصيبة واحد حظها من الإصلاح الجديد الذي تسعى المصالح التربوية إلى تجسيده. وقد شهدت البنية التحتية التربوية في المقاطعة بناء منشآت تعليمية بمعايير هندسية حديثة، بالإضافة إلى إدراج عدد من المدارس في برنامج الكفالات المدرسية. هنا في ثانوية القصيبة واحد تجسد هذه المنشأة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل إصلاح النظام التعليمي في البلد. مظاهر متعددة ترسم ظروفا ملائمة تتوفر على متطلبات الرفاهية للمعنيين بالعملية التربوية داخل هذه الثانوية. عدة وعتاد وطاقم تربوي يحرص على أداء المهام المنوطة به على أكمل وجه. تم بناء هذه المنشأة التعليمية في إطار الإصلاح الجديد الذي تسعى له المصالح التعليمية في بلادنا. وهنا على مستوى الثانوية كل شيء على ما يرام، الطاقم التربوي موجود والطاولات متوفرة والظروف المحيطة بالعملية التربوية مساعدة على التأقلم ومواصلة الدروس. كل الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على هذا الاهتمام الكبير بالمنظومة التربوية. في الجانب الآخر من المدينة داخل المدرسة رقم 2 يعيش التلاميذ مرحلة انتقالية تريد لها الجهات الرسمية في الدولة أن تجسد مشروعا مجتمعيا ينهض بالتعليم ويعزز اللحمة الوطنية ويقلص الفوارق الاجتماعية وتبعاتها السلبية. قد بدأت السنة الدراسية بتجسيد فكرة المدرسة الجمهورية، تم تطبيق رفع العلم الوطني على نغمات النشيد الوطني صبيحة كل يوم مفتوح من قبل جميع تلاميذ المدارس. وقد استفادت المقاطعة في هذه السنة من أعداد معتبرة من الطاولات المدرسية، مكنت جميع التلاميذ من الجلوس على الطاولات ومما يسهل العملية التربوية. في إطار التغذية المدرسية تستفيد المقاطعة من 20 كفالة مدرسية، 17 منها بتمويل شبكة من المنظمات غير الحكومية متمثلة في منظمة كونتربارت،
وثلاث كفالات مدرسية ممولة من قبل تآزو. في هذه المدرسة يخوض التلاميذ تجربة مستمدة من المنظومة التربوية الجديدة، والتي تعتمد أساسا على قيم ومبادئ المدرسة الجمهورية. محمد المصطفى فابو الموريتانية، مقاطعة القصيبة. في موضوع ذي صلة، تسهم الروضة المركزية التابعة لقطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بمدينة النعمة لتقديم التعليم ما قبل المدرسي لصالح البراعم ما دون 6 سنوات. ويتلقى الأطفال في هذه الروضة أبجديات الحروف إضافة إلى حصص الألعاب والسلوك المدني تهيئة للمرحلة القاعدية من التعليم الأساسي. مركز مصادر الطفولة الصغرى التابع لقطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يسهم منذ إنشائه في مجال التعليم ما قبل المدرسي. وتتيح الروضة المركزية بوسط مدينة النعمة الفرصة للبراعم من 3 سنوات إلى 6 سنوات في تلقي أبجديات الحروف والسلوك والأشكال الهندسية وحفظ بعض السور من القرآن الكريم. نقرأ مع أصحابي، نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. نقرأ الفاتحة، نقرأها، نقرأ ألف. وتتوفر الروضة المركزية على قاعات للترفيه والألعاب في ظل حرص على تلقي الأطفال ما يساعدهم في التيتي للمرحلة القاعدية من التعليم الأساسي. احنا هون مركز مفتوح للتعليم، تعليم ما قبل المدرسي، وهو التعليم مهم. كان قاع هون ما هو خالق حتى قال الحمد لله عدل لا لباس لا ينزهد في بدي، ومهم التعليم ما قبل المدرسي، وأهم كل شيء كان به اللي يبدأ للطفل. عنده مدارس ثلاثة لابد، الأولى مدرسة المنزل، والثاني الروضة، والثالث المدرسة. سابق يصير مدرسة يلا يسبق في الروضة، ياك اكتسب منها من التهذيب والتعليم، واكتسب منها مهارات يقدي يعود بهم في المدرسة، يعرف عنه هذا زميله قد حذاه، ويعرف على اللي يدخل به وقلمه وأدواته، وكل ما عنده أدوات وتعلموا اللي يتلقوا ومتركوا، نقرهم في دروس، نقرهم التعليم ما قبل، نقرهم البرنامج الوطني كامل اللي جينا كيف اللعيب والرسم والتلوين، ونقرهم اللي التربيه الاسلاميه، ونقرهم التربيه المدنيه، نعرفهم العالم الوطني والوانه على الدوله وذا كامل اللي يتعلق بها، نعلمهم اللي فيهم اللي تبارك الله ما شاء الله يستوعب هذا، في بعد اللي يستوعب يقبل بعد منه خبره يمشي بعد اللاحظه منه. ويفتح مركز الطفوله منذ انشائه 2006 المجال امام تدريب بعض المربيات المساعدات في انتظار تولي الإرشاد والتعليم داخل الرياض الجديدة. لي فترة نشتغل طالع معها ما شاء الله، مستفادة منهم واللي تعلمت منها ياسر تبارك الله، وشتم واللي ما شاء الله اللي تعدل للتركة ما شاء الله مستفادة منه، رنقد ما شاء الله يتعجيها ما هون حل محلها تبارك الله، ونعرف ذاك اللي نعدل للتركة والطريقة اللي نتعامل معهم بها ما شاء الله، ولا عندي معهم مشكلة مستفادة الحمد لله. هميته ياسرع ما كانت مصور عنها سابق ذي غير بعد ذلك، حالا ما شاء الله الناس بهمتها وعادوا تركة قابلين عليها ما شاء الله، وجوهنا تشيها ما عندهم مشكلة، ونتعامل معهم معاملة حسنة الحمد لله، ولا يقص حد المدرسة يكون مستفاد ما شاء الله تبارك الله. ويشهد التعليم ما قبل المدرسة زيادة على المستوى الجهوي، حيث تجاوز عدد الرياض 18 روضة، من بينها 9 رياض في مدينة النعمة لوحدها. الفاغوي للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. محمد فاضل بداية، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، استطاع بجهوده الذاتية تأسيس مدرسة لتعليم الصم في العيون. وتوفر هذه التجربة الفريدة من نوعها في ولاية الحوض الغربي فرصا لتعليم الصم وتثقيفهم وتطوير مهاراتهم. قبل أكثر من عقدين من الزمن تعرض محمد فاضل لمرض سبب له إعاقة دائمة في السمع والكلام، لكن ذلك لم يقضي على إرادة وطموحات الشاب، إرادة دفعت به لتأسيس مدرسة خاصة لتعليم أبناء مدينته من شريحة الصم والبكم. فكرة بدأها محمد فاضل بالبحث عن الأطفال الذين يعانون من هذه الإعاقة في المدينة، واستطاع إقناع ذويهم بفكرة تدريسهم. يتولى محمد فاضل مهمة تدريس تلامذته، فيتواصل معهم بلغة الإشارة
يكتب لهم الدروس ويشرحها دون مساعدة من أحد. قبل أيام أجرى محمد فاضل الامتحان الأخير لطلابه، واليوم يتسلم التلاميذ نتائجهم النهائية. تلقى محمد فاضل صعوبات جمة خلال تأسيسه لهذا المشروع، لكنه مصر على إكماله رغم تلك الإكراهات والتحديات. راودتني فكرة إنشاء مدرسة للصم منذ رجوعي إلى العيون بعد دراستي في نواكشوط، حين رأيت المستوى المتدني لفئة الصم سواء على الصعيد التعليمي أو المهني والتكوين الاجتماعي والثقافي. لقد كان ذلك حافزا بالنسبة لي لأسعى إلى تغيير ذلك الواقع ودمجهم مع المجتمع وتعليمهم لغة الإشارة المتعارف عليها ليتمكنوا من التعلم. أما الهدف الأساسي من هذه الفكرة فهو منح استقلالية تامة لفئة الصم من خلال تعليمهم وتكوينهم على مهن تغنيهم عن أهلهم وتنزع منهم نظرة الدنية والشفقة التي ينظر بها المجتمع إليهم. بشهادة بعض ذوي التلاميذ، أسهمت دروس محمد فاضل في تعليم أطفالهم بعد أن يئسوا من ذلك. عندي تريك الحمد لله، ويلة اثنين خدهم والياسر من الزمن هون درسي فيها كان قد أغريهم به، ما رأيت المصيفة تنقولي شان مكشوط به هذا ما أعطيت له ظروف، تميت نيطان شاني هذا الشاب جدا الله خيره محمد فاضل جاني وطلبهم مني اني اقريهم. فاضل من الله استفادوا حق الحمد لله، عادوا يكتبوا كلهم يكتب اسمه، لانه مستوى الوان يكتب لي اسمي يكتبوا لي يقرا اسم ابوه اسم امه. الحمد لله فاضل من الله ياسر من الاستفاده استفادوا منه. إيمانا منه بأن التعليم هو السبيل الوحيد لانتشال هذه الشريحة من واقع الإعاقة وإدماجها في المجتمع بشكل إيجابي وفعال، أسس محمد فاضل هذه المدرسة الوحيدة من نوعها لتعليم الصم في الولاية، ويأمل أن تحظى بالدعم والتأطير في المستقبل. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة العيون. إلى ولاية قديمة، حيث تشهد مدينة سيلباب منذ السنوات الثلاث الماضية إطلاق حزمة من المشاريع التنموية والاقتصادية التي شملت عددا من برامج البنى التحتية الخدمية والحضرية. وتدخل هذه المشاريع ضمن رؤية الحكومة في تطوير وعصرنة المدينة. تمثل مدينة سيلباب بحكم موقعها الجغرافي واسطة الإقد بالنسبة لمقاطعات ولاية قديمة، ونظرا لدورها الاقتصادي والإداري فقد عرفت البنى التحتية في هذه المدينة تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية. المستشفى الجهوي الجديد معلمة صحية ينتظر أن تدخل الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يعول عليه في النهوض بالخدمات الصحية على مستوى الولاية والمناطق المجاورة لها. هذا المستشفى الكبير اللي تقعد من هذا الموقف يرأى فيه، هذا من إنجازات رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزواني، وتوسعة الكهرباء لميدان السليبابي اللي جاتها توسعة 1200 برانشمان إلكتريك، هذا مقيم ويشكر ويذكر. مدينة السليبابي تعرفوا على أنها كانت مدينة مقصية، ما هي مرتبطة باقي الوطن، ولكن المدينة من نفسها حضات بعشر كيلومترات داخل المدينة من الطرق المعبدة. كما عرفت المدينة عدة مشاريع تتمثل في تأهيل عشرات الكيلومترات من الطرق المعبدة وإقامة مئات التوصيلات الكهربائية في أحياء المدينة، هذا بالإضافة إلى ما تم إنجازه على مستوى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في إطار استراتيجية الحكومة لتوفير السكن الاجتماعي لمئات المواطنين. هذه المدينة كانت مدينة منسية، ولكن زيارة الرئيس الجمهورية الأخيرة ذمنت عن عناية خاصة يوليها فخامة رئيس الجمهورية لهذه الولاية، وشملت هذه الإنجازات إعداد وحدات سكنية على مستوى برنامجي الاجتماعي تآزر، استفادت مئات الأسر من التسديدات المالية الفورية على كل ثلاث أشهر يقام بتسديد هذه المبالغ المالية لأسر كثيرة. كذلك إقامة بنايات
تساعد هذه الأسر على السكن. وقد حظيت المدارس والمباني الإدارية باهتمام كبير خلال السنوات الماضية، حيث شيدت عشرات المدارس وتمت أشغال البناء في المقر الإداري للمجلس الجهوي بولاية قدماغة. ويأتي تشييد هذه المشاريع ضمن مشروع متكامل لتطوير وعصرنة المدينة. شوقي محمد فال لقناة الموريتانية، مدينة سيدي بابي. هنا بنواكشوط اختتمت ليلة البارحة بملاعب نادي الأمل للكرة الحديدية في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية منافسات البطولة الدولية للكرة الحديدية المنظمة من قبل الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية في نسختها 16. وقد توج بلقب هذه البطولة عن فئة الشباب فريق تفرغ زينة بعد فوزه على فريق أف أم وذيبو بنتيجة 13 نقطة مقابل 11. بما توج فريق الكدية فيزوارات بلقب أو من الزوارات بلقب البطولة عن فئة المخضرمين بعد فوزه على فريق المدينة بنتيجة 13 نقطة مقابل 9 نقاط. وقد شهدت هذه البطولة مشاركة ما يناهز على 300 لاعب من داخل البلاد وبعض الدول الإفريقية والأوروبية. بهذا الخبر الرياضي نختم المسائية، نذكركم بأبرز ما جاء فيه. رئيس الجمهورية يعود لنواكشوط قادما من المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في أشغال القمة العربية العادية في دورتها 32. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتسلم كمية من بطاقات التصويت الخاصة بالشوط الثاني من الانتخابات المقررة يوم 27 من الشهر الجاري. قصر المؤتمرات في نواكشوط يحتضن أعمال المؤتمر العلمي الدولي للسرديات وتحليل الخطاب في نسخته الثانية. شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.